الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. مش ساعات يا بنت الحلال تبقي قاعده في مكان او قاعده مع واحده صاحبتك او قاعده مع واحده مش صاحبتك او اي حد، وتقوم قايله لك كلمه كده فتتلخبطي كده ما تعرفيش تردي عليها، وبعدين تروحي تحسي ان في حاجه كده ايه حزه في نفسك، هو انا ازاي ما عرفتش ارد عليها؟ هو انا ازاي اتزنق الزنقه اللي انا اتزنقتها دي؟ وبعد مامتك تقول لك ايه وكان فين مخك ساعتها، وما فكرتيش ليه، ما قلت لهاش ليه لما حصل كذا كذا بقى كذا كذا، تقول لها ايه؟ نسيت، انا اتخضيت، انا اتلخمت، انا المفاجاه خضتني، مع انك كان ممكن تردي وتقولي كذا وكذا وكذا. فن الرد بقى، ايه الجمل اللي بتجيلكم تزنقكم في مزنق وما تعرفوش تردوا عليها؟ ايه الحاجه اللي ممكن تضايقك او تحرجك او تحطك في موقف وانت مش عارفه الرد المناسب ايه؟ والرد المناسب اللي هو ما يبقاش يتقال عليك ان دي بنت تالت الذوق او بترد ردود كده، او دي لسانها فالت، او دي مثلا صعبه، دي صعبه الحمد لله انا بيتقال عليا كل ده، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. يعني ايه ده احنا بنتعلم منك فن الرد؟ لا يا لا، فن الرد ايه، محدش يرد زيي خالص. انا بعد ما برد بقى كده زي اللي بتاع ارجع اقول ايه، عشان انا طيبه بس، انما في ناس طبعا شريره، برجع اقول ايه ايه كل الردود دي يا جماعه؟ على فكره انا اسحب، ببقى عايزه اسحبها بس مش بعرف بقى. ازيك يا مروه؟ مروه السعيدي. انت احنا اتفقنا الحلقه اللي فاتت انه احيانا بيبقى في كلام كتير ومش عارفين رد مناسب يتسستم كده ويتستف كده في الدماغ، وتبقي عارفاه وتقوليه بمنتهى الهدوء. طيب اول حاجه عايزين نتفق على موضوع مهم قوي، وهو طالع ترند، مع ان دي حقيقه يعني مش محتاجه تبقى ترند، انه ما تتكسفش تكسف اللي كسفك، لانه ما تكسفش يحرجك او يكسفك. تمام. في ردود يا دعاء ما تكسفش فعلا. عشان كده بقول لك احنا بنتعلم منك والله. ماشي. في جمل يا دعاء انت لما بتتحطي في الموقف وبيحصل لك التوتر او غضب شديد ما بتبقيش عارفه تردي ازاي. وفي نوع تاني من الشخصيات، وده الاغلب، اللي هو بيبقى شخصيه حساسه قوي، فتلاقي خد الكلمه على نفسه يا عيني، وصعبت عليه نفسه وحزت فيه، وبعدين يروح يقعد يفكر هو انا ازاي ما ردتش عليها؟ انا ازاي ما خدتش حقي؟ ليه بقى؟ لانه احنا متعودين ان احنا بناخد الكلمة السلبية على صدرنا. طيب ازاي اتعلم ارد على اي حاجة مستفزة او مسيئة؟ ان انا اخدها اعكسها كأنها في مراية، مش اعكسها يعني اقول كلمة مسيئة، لا، اعكسها يعني احولها الرد ايجابي، رد حلو. فاللي قدامك ما عندوش اختيار غير انه يسكت. ليه؟ لانه انا ما اهنتوش فمش هيقدر يرد عليا تاني. انا ما اتهمتوش بشيء فمش هيقدر يقلب عليا الترابيزه. مفيش يعني بينج بونج، مفيش بينج بونج، بتقطعي على طول، بتقطعي على طول. بس القطمه او القطعه دي بطريقه شيك تربكه طبعا. يعني مثلا من اشهر الجمل اللي بنسمعها على بناتنا، اي ام عندها بنت تيجي مثلا واحده صاحبتك او اهل جوزك، حماتك، اخت جوزك، مش طالعه حلوه ليكي او كده، بنتك مش حلوه ليكي ليه؟ تمام. لو هي من اهلك هتردي عليها رد مؤدب جدا، هتقولي عشان هي احلى مني بكتير لانها شبهك. اقدر انا اقول لك حاجه تاني بعد ما قلت لك انها طالعه احلى مني بكتير لانها شبهك؟ كجده مثلا او كده، جده، عمه، خاله، تمام. فهي هتقولي لا دي مش حلوه خالص، اقولها بالعكس دي حلوه جدا، ده كفايه ان هي حفيدتك، ده كفايه ان انت عمتها. طيب واحده ما تقربليش، هي بنتك مش طالعه حلوه ليكي ليه؟ لا، عشان هي احلى مني بكتير بس، خلاص. ليه بقى؟ لانه في الاول وفي الاخر انا مش بس هسمح. الناس مش بتسكت، الناس بتسخف. لا 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 لا، مش جاب لي جاب، ويقعدوا يقولوا كلام غريب كده، ويعني بيجرحوا الام، وبيبقوا فاكرين ان هما بيجاملوها مثلا. ما هي ما هو لو يعني انك انت حلوه يعني ان دي مجامله. لا بالعكس، دي فاهمه قصدي، ما الناس بتبقى فاهمه انها مجامله. فالهزار ده بيوجع طرفين، بيوجع الام وبيوجع البنت، خصوصا لو البنت قاعده. لا لا لا، ايش جاب لي جاب؟ صدقي عندك حق، انا اول مره خد بالي دي فعلا طلعت احلى مما انا تخيلت.
لو فعلا مش جاب لي جاب، انا ايش اكون جنبها؟ لازم اللي قدامي يبقى فاهم انه انت هتكلمني بالسلبي هرد عليك بالايجابي. بنتك مش حلوه زيك لانها احلى بكتير. طب وهو انا اعرف اقول جمله زي كده من غير عصبيه ومن غير ما يبقى دمي محروق او كده؟ المشاعر احنا ما بنقدرش نتحكم فيها اطلاقا يا دعاء. أيوة يعني خالص. الجمله اللي هتقلك وتحسسك بغضب شديد ما عندناش ريموت كنترول يقول لا انا مش عايزه ابقى غضبانه، عايزه اضحك او عايزه ابقى سعيد، مش هينفع. فانا مش محتاجه اركز على شعوري قد ما انا محتاجه اركز على سلوكي اللي جاي نتيجه الشعور، ده اللي انا اقدر اتحكم فيه. تمام؟ بمعنى ايه؟ هقول لك ازاي. لو انا قلت لك امسكي تلج في ايدك 5 دقائق هتمسكيه؟ اوعي ترميه، مش هترميه. بس هل انت قادره تتحكمي في احساسك بالبروده والتنميل؟ لا. لكن قادره تتحكمي في ايه؟ في اللي بره. في اللي بره، في السلوك، في رد الفعل، في عضله ايدك انها ما تتفتحش وتسيبه. انا سمعت كلمه ضايقتني عن بنتي، فبدل ما اقوم اكلك، ده الطبيعي عشان انت جيتي ناحيه بنتي، انا غضبانه منك. تمام؟ فرد فعلي هيكون ايه؟ معاكس. ده رد فعل انا اتحكم فيه. طب ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. طب ما اكلها هتتسممي. لا يعني فاهم قصدي؟ تاكليها ماشي، انت اللي خسرانه، انت هتتسممي. لانه اللي قادر يقول كلام يوجع يا جماعه فده كلامه بيبخ سمه. هو حرفيا كلامه بيبخ سمه. عايزه تبخي انت كمان، فالموضوع هيبقى بالظبط كده. فبدل ما اثبت للتعبان اللي سمني ان انا ما استحقش انك تسمني، لا، انا اداوي الغضب اللي عندي واداوي ال 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 الترياق بتاع السم ده، اخد الترياق. انا بكرهك، انا نفسك تختفي، انا نفسي تختفي على من على وش الدنيا. والجملة دي حقيقية واتقالت لي من 6 سنين في وشي في بيتي يا ماما، والله العظيم. ده ودي ترد عليها يتقال لها ايه؟ قلت لها بس انا بحبك جدا ونفسي تبقي موجودة على طول يا ماما. الفكرة ان هي انا بكرهك، انا بكرهك ونفسي تختفي من على وش الدنيا. فقلت لها بس انا بحبك، بس انا بحبك ونفسي تبقي موجودة حوالينا على طول. فكان الرد التاني الفعل، هي ما عرفتش تكمل كلام، بس الاكسبريشن بتاع لغه الجسد انه في قدامي قنبله نوويه هتنفجر. يعني هو انت ازاي كده؟ تمام؟ اللي هو انت ما فيش حاجه. وده رد مربك جدا. طبعا. يلا في داهيه، يلا عنك ما حبتيني. هي بقى كانت عايزه تسمع ده ليه؟ عشان الموضوع يكبر ويزيد وهي تفش غلها وتفش غضبها اكتر. بكتير. زي مثلا كلمة على لسان معظم الرجالة، ايه بقى؟ هو انت بتفهمي حاجة؟ والله انت ما بتفهمي حاجة. عايزة تجيبيه، مش قصدي تجيبيه الارض يعني تكسريه، عايزة تخليه، والله انا انت فعلا خليتني خدت بالي، انت عندك حق. طب ما تعلمني، ما انا عارفة ان انت بتفهم احسن مني بكتير، انا ما عنديش خبرتك، علمني. وانت جواكي يعني بتردي بقى ايه؟ علمني يا برميل المفهوميه. يا لسه على طرف لسان يا ماما. علمني يا فندم الذكاء. سيبنا لك المفهوميه يا اخويا. لا انا في حاجات بتتقال زي خلف الكواليس. رد الفعل بقى في حاجه بتترزق. لا هتبقى هنكبر. يعني فاهمه قصدي؟ فطب ما تعلمني، ما تفهمني، ما انا عارفه ان انت عندك خبره اكتر مني بكتير في الموضوع ده، وقولي بقى في الكواليس اللي ايوه بس عايزين. يعني ماشي. لا يعني فكرة انه حد اصلا يشتم حد ويقوله انت بتفهمش وكده، دي حاجة مهينة جدا ولا تحتمل. انه ازاي واحدة تستحملها؟ هي لا تحتمل ومهينة. وزي ما قلتلك في ناس بتعرف تتحكم في السلوك ورد الفعل، فالموضوع بيقع على الفاضي. وفي حد تاني ما بيعرفش، فنبتدي بقى نعلي على بعض في الإهانة، نعلي على بعض في البينج بونج زي ما بنقول، في الأخذ والرد. لكن أنا عايزة أقطع ده. أنا عايزة أوقف ده. طب خليني أخد اتصال من إيمان. ألو، ازيك يا إيمان؟ عاملة إيه؟ اتفضلي سؤالك. ازيك يا أستاذة مروة؟ الحمد لله يا إيمان. أنا بس كنت بتكلم، أنا عندي بنت كبيرة، انا بشرتي فاتحه وهي خمري شويه، فالناس بقى تقابلني تقول لي ايه ده، هي بنتك مش طالعه شكلك ليه؟ فالسؤال ده بقى انا يعني ارد اقول لكم ايه؟ بنتها خمري وهي بيضه.
فالناس كل ما تشوفها ايه ده، هي بنتك مش طالعه شكلك ليه؟ ساعات قدامها بقى وهي بتزعل، هي حبيبتي 11 سنة يا فاهمة قلبي يا المكان، ف قلبي. ايه ده، ف يعني الموضوع بيزعل بجد يعني. يا جماعة ده خلقة ربنا، ارد اقول لكم ايه طيب؟ اسألي ربنا بقى هنعمل ايه يعني، بصي يا حاجة حبيبتي، غريبة هم جدا. بيبقوا عارفين انها خلقة ربنا، بس عايزين ايه؟ اللي هو على فكرة انتي بنتك مش حلوة، ممكن يكون هي بنت حاسة ان بنتها احلى. الرد ده لسه هي انا جميلة قايلاه، والله. علشان هي احلى مني بكتير، عشان كيلو الفلفل الاسمر ب 800 جنيه وكيلو الدقيق ب 8 جنيه. يا ولد يا طبعا ولد، شفت الرد؟ قصف جبهة. ايه رأيك؟ حلو ده، لا حلو بس قوي الرد، حلو ده، تصدقي فعلا. ايوه يعني، ما هو طبيعي انه ملكات احلى ستات في مصر هي ستات الخمر. بالظبط والله، بقول لهم كده، بقول لهم جمالها جمال هنود، جميلة يعني. ما وبعدين هي البنت بتاخد في نفسها قوي يعني، يا مامي انا مش شكلك ليه يا مامي، او لا حبيبتي انت جميلة وقمر والله. لا، ف لما تقول لك انا ما طلعتلكيش ليه يا مامي، قولي لها عشان انت طلعتي احلى مني، عشان انت بقول لهم طالعه بجد احلى مني. يا حلوة. انا بس الناس ما تقولش كده يعني، بجد الناس يعني البنات، البنوتات بالذات بتزعل يعني طبعا ذوقيا، حتى تقول لها انت جميله ايه القمر ده، لا او يعني ناس كتير جدا انا بستغرب حتى الاسلوب. و طب هما دول، انا اسفه والله يعني، انا برضو احنا هنرد مرتين ثلاثه، الرابعه اقول لها انت حبيبتي ما تربيتيش يعني، انا مش بالظبط، يعني ما هي حبيبتي لو ما اهلك ما سكتتش، ربوكيش كده يا لو ماما، ما عيب يا سكتتش لا، حبيبتي اصل بصي يعني، التكرار انا ده مش يعتبر هقدر بقى اكمل يعني، مش هقدر امسك طب انا الموضوع، ببقى امسك نفسي التلج والله كتير. فعليا اقول لهم كلمه فعلا تحرجهم، لان البنت بتزعل، بتزعل الله، فعلا. حرام عليهم. لا بصي يا اسماء، ايمان، يا ايمان انا اسفه، اصل انا كنت ايوه عايزه اقول لها بصي اسماء ابو اليزيد زي القمر ازاي، جميلة الممثله قمر، تمام. بصي يا ايمان، فرحها ما ايوه ما شاء الله. تتكسفيش تكسفي اللي كسفك، لانه متعمد يتنمر على بنتك ومتعمد يحرجك، فانت هتردي رد مش قاسي او ما فيهوش قله الادب، لكن انت تقدري تعلمي قليل الادب بالادب، بالظبط هتعلمي قليل الادب بالادب من ايوه غير ما تغلطي ايوه فيه. ايوه ميرسي شكرا والله. ليك يا ايمان ومكالمتك جميله، وبنوتك اكيد قمر وقمر وقمر. احنا هنطلع فاصل، بس قبل ما اطلع فاصل، كميه الاسئله اللي جايه لنا على الصفحه، بتاخدي معاش كام؟ بتقبضي كام؟ انت مش بتوافقي ليه؟ انت بتشتغلي ليه؟ بتعملي ايه؟ تلقيح الكلام والكلام المبطن بكلام معسول يتخلله كلام سخيف فما نعرفش نرد عليه، والكلام اللي بيكون في المطلق ويكون مقصوده، اذا رديتي تقولي هو انت بتاخدي الكلام عليكي ليه؟ يعني تلاقي واحده مثلا بتقوم بترمي عليكي من غير ما تقولي انت، بس انت عارفه انها بترمي عليكي، بتقول يا حبيبتي وانا جبت سيرتك يا حبيبتي، يعني انا ما اعرفش. الناس اللي مش واضحه كده دي متعبه اكتر من الناس الواضحه. في مره صديقه بتقولي وانت كده على طول، قلت لها ايه؟ مش كده احسن؟ ولا لما تعرفي ان انا زعلت قدامك وزعلت وامشي واقول لك خلاص ما تكلمينيش تاني، انا كده عادي زي العيال. قالت لي مش كبرتي بقى يا دعاء؟ مش كبرنا على الكلام ده؟ اقول لها لا، ده انا كل ما بكبر كل ما ما بتاكد هو ان ده هو ده النضج الكده. يا جماعة. ولا تحبي ازر في نفسي واضحك كده في وشك ضحكه صفرا وانا جوايا جحيم من ناحيتك؟ قالت لي لا ما بحبش دول. قلت لها أيوة طب خلاص، بعد الفاصل هنرد بقى على الاسئله دي. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، لسه على الهواء مباشره. ولو حد قال لك مرتبك كام، تردي تقولي له ايه؟ اللي بيكفيني. حلو ده، اللي بيكفيني كام يعني؟ ايه؟ كام يعني؟ ما عدتهمش. ما هو بقى المفروض بقى يبقى عندنا دم يعني ونعرف انها مش خلاص عايزه بقى. تقول. لا بس مره والله العظيم واحده قالت لي لا معلش بس انا عايزه اعرف ليه؟ قلت لها تعرفي ليه؟ قالت لي عايزه اعرف يعني الرينج. قلت لها لا مفيش رينج، كل حد بيتقدر على حسب هو ايه. معلش انا عايزه اعرف انت بقى كام كده. معلش، وانا عايزه اقول لك ان انا مش هقول لك انت بالذات كام، بس طب بصي انت رفيعه كده ليه؟ انت تخينه كده ازاي؟ طيب انت كده تخينه ازاي؟ والله عندك حق. اقول لك على حاجه، ما تبقيش تيجي تعملي لنا الاكل ولا تجيبي لي الاكل،
غير بقى خالص الترند بتاعت ام حموده لما باكل بتاع بالدبل زمان ده. ده بتاع زمان. وانت رفيعه كده ليه؟ الحمد لله الحرق عالي. الحمد لله الحرق عالي، بيتحرق دمي على طول. مره واحده قالت لي ما تجوزي جوزك بقى، قلت لها ما تجوزي جوزك انتي، قالت لي اصل انتوا عندكم شقه. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ ايه الحوارات دي؟ بصي بقى، في حوارات هتطلع لك من على السطح كده. يعني ايه عندنا شقه؟ ما احنا مش متجوزين في عش العصفوره. يعني ممكن يكون بس مثلا حق اجوز هي جوزي ازاي اذا كان الشرع قال اربعه وانا بالاربعه؟ يا ولد اجوز جوزي ازاي؟ الشرع قال اربعه وانا باربعه. حلو ده. طيب لما جوزي توفى، واحده قالت لي كان حد قال لك تخلفي 5 عيال، هتعملي ايه دلوقتي؟ هربيهم احسن تربيه. شايفه الثبات اللي برد عليكي بيه؟ طيب انت بتشتغلي ليه وانت محتاجه؟ ده انت قاعده في بيت بسم الله ما شاء الله، وانت عايزه ناقصك تعملي مش عارفه ايه وتطلعي تشتغلي فين وتروحي فين وتروحي فين؟ ده انت جوزك شغلانته، ده انت جوزك ما شاء الله مهم وحاجه، وتلاقيه بيقبض قد كده. والله انت صح، عندك حق. تعرفيش حد كويس اتعالج عنده من الشقه اللي انا غاوياه لنفسي؟ لان انا بحب اشقى يعني، فتعرفي حد ممكن يعالجني من الموضوع ده؟ انا غاويه شقه. لا بس يعني ما يصحش كده، ده انتي اقعدي اتكني في البيت وقرنا في بيوتكن. ما انا قاعده في البيت، تيجي تقعدي معايا. لما اقعد في البيت تيجي تقعدي معايا؟ ياه، عارفه ان هو ممكن اقطع علاقتي لو انا ست رخمه ولقيت واحده كده اقطع علاقه. المفروض بقى نقطع علاقتنا بالناس دي. طب اقطع علاقتي بالناس الثقيله ولا استحملهم وافضل اتعلم لهم ردود تضايقهم؟ لا، تعملي حدود نفسية وشخصية ليكي، وتبعدي عنهم قدر المستطاع لو هم أغراب عنك ومش في دايرة الأهل أو مش في دايرة الأولى من حياتك اللي احنا اللي هي طبعا الأهل. تمام. لكن أي حد تاني احنا مصممين زي ما قلت لك ان احنا نمنع الأذى النفسي عن نفسنا، فأنا مش هقف يعني مش هفتح باب على نفسي أقعد أفكر وأقعد أرد. طيب انت عمرك ما هتتجوزي، انت اصلا مش بتاعه جواز، مين ده اللي ممكن يعبرك؟ انت خلاص ما بقيتيش نافعه. تخيلي بقى اما واحده بتقول لك، ناس من اقرب الناس ليا بيقولوا لي كده، ارد اقول ايه؟ والله انا حاولت وشديت حيلي بس اتقطع مني وانا بشده، فبقيت اكسباير. الله، يا نهار ابيض، ده انا ممكن اقوم حضنها اقول لها حقك عليا، انا شفتي؟ اسفه. يعني تصعب عليا بقى، انا خلاص شكلي مش هتجوز فعلا. انا يعني عارفه، تتخيلي لما تقولي نفس الكلام اللي هما بيقولوه بالظبط بطريقه تانية فتصعبي عليهم. بالظبط. عشان نجرب كده، تيجوا نجرب كده. طب وافرضي ما صعبناش عليهم؟ يعني خصوصا بتقولك ما تشدي حيلك، ما انا شديته والله طنط واتقطع مني، فشكلي كده مش هعرف اتجوز. لا يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا يكتب لك كل هي اللي حاجه دعت لي. وان شاء الله. شفت؟ صدقي فعلا. يا اسماء، معانا اسماء؟ معلش يا اسماء، معلش يعني حاولي تكلمينا تاني. فاكرين سلاطة اللسان شطارة؟ يا ويلهم عند ربنا سبحانه وتعالى. انا جوزي ابيضاني وعينيه ملونة وبناتي طالعين له، والناس على طول يقولوا لي الحمد لله انهم طالعين لابوهم مش طالعين لك علشان انا سمرة. وعلى طول يقولوا لي انا معرفش جوزك خدك على ايه، وانا ببقى زعلانة ومش بعرف ارد عليهم. انا جوزي خدني على مالي وجمالي واخلاقي، وانا بالنسبه له ست الستات واميره البنات. انا جوزي خدني على مالي وعلى جمالي وعلى اخلاقي، وانا بالنسبه له ست الستات واميره البنات، او حلو ست ده. الاميرات واميره الستات. ما هي بتسالني جوزك خدك على ايه، فانا برد. طب واحده بتحكي على باباها بيقول لها، بتقول له انا خرجت من الموت بمعجزه، لحقوني بعد محاوله انتحار. قال لها ما متيش ليه؟ كنت متي وريحتينا، وجودك مش فارق اصلا. ساعتها فعلا اتمنيت الموت وبحاول انتحر تاني. يا نهار احوز، بصوا الاهل ممكن يكئبوا العيال. الموضوع هنا مش بس رد على كلمة رخمة، ده موضوع شكله صعب. ده موضوع محتاج حلقة يا دعاء. احنا ازاي بنوصل ولادنا للحالة دي من غير ما نحس، نبقى فاهمين ان الكلام اللي بيتقال ده عادي. تمام. بس فكرة ان انتي بتفكري في الانتحار تاني،
انت الوحيده اللي هتتاذي، مفيش حد. طب بصي غير اخر حاجه، اخر حاجه، لما حد يشوف ابني المريض من ذوي الاحتياجات الخاصه ويقول لي يعني انت بتوديه للدكتور ولا لا؟ انا كنت اعرف واحده وابنها وبعدين مات، ويقعدوا يحكوا في الاخر بتقول بيوصلين ان انا اقعد اعيط. قولي لها الملائكه ما بتعيش على الارض كتير. الله، ايه الاجابات الحلوه دي، ده انت قروبه يا مروه. ايوه برافو عليكي والله، عرفت الردود، ده فن الردود بقى. نحاول بقى نحفظ، هاتوا الحلقه دي تبقى مرجعيه وقطعوا الردود بتاعتها واكتبوها واحفظوها. شكرا مروه السعيدي، لا دايما في حبيبتي، منوراني. عندنا فاصل قصير ونعود.